الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس سيبك سيبك من الوسواس ورغي الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس الدنيا جايه والامل موجود الدنيا جايه والامل عجباني ياللي ما عند أيامك عجباني ياللي ما عند أيامك كل الجراح كل الجراح كل الجراح وتلعبي آلامك ومصدقة إن الدنيا قدامك مهما داقت والليالي عتمت صبرك كأن الصبر خدامك صبرك كأن الصبر خدامك ومين اللي قالك الطريق مسدود ومين اللي قالك الشمس مش هتعود ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي صبرا وصبرك ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي وكأنه ساكن ضحكت شفايفك وكأنه ساكن دمعة بكاكي كأنه ساكن ضحكت شفايفك وكأنه ساكن دمعة بكاكي صدقي الاحساس سيبك سيبك من الوسواس وقول الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس الدنيا جايه والامل موجود الدنيا جايه طالما كده بقى واللعب بقى على المكشوف انا مش محتاج اقول للناس كل ده مش محتاج اتكلم اصلا خصوصا لما يعرفوا ان انت اللي بتسرقهم وبتلبس كل حاجه في رجاله جدك ده مش كده وبس لا ده لما يعرفوا كمان ان الراجل المحترم كبير همام اللي بيأمنوه ويلموا له القتاوى عشان يديها له في ايديه عشان يوصلها للعصابه بيضرب القتاوى دي في جيبه يعني في الاخر شيخ منصر ها ايه رايك بقى مش هسألك انت جبت الكلام ده منين؟ مش هسألك انت عارف انا سبتلك صباح ليه؟ عارف؟ عارف عارف انك بتجري على اي حاجة في ايدي بتجري جري لان
جبتها لك بمزاجي بمزاجي، قلت لها يلا اتجوزيه خليه يعيش له يومين بدل الكبت الكبت اللي هو فيه. عارف نوره؟ انا وهي خلاص اتفقنا على الجواز. حسك عينك كلمة تطلع ده بخبرك انت وابوك. انت بالنسبة لي غريب غريب، ولو حسيت تهددني او حسيت بخطر هنسفك هنسفك وانسف اللي يتشدد لك. ابني ابني حبيبي حسنين ابني عايز يقتلك يا ابني عايز يقتلك، ده واد حقود. قلت لك يا ابني نمشي من هنا نمشي من هنا قبل ما يعملها. سيبه خليه يطلع القرف اللي جواه، ما هو حاكم كل بير بينضح باللي فيه. وانت اللي اسمك ابويا هقتلك انت كمان، اوعوا اسمع حسكوا في البلد دي، يا تقعدوا فيها من سكات يا ترحلوا ما تنطقوش. ماشي يا اخوي. صباح ايه وهمام ايه؟ كلام الفارغ ده انت جبتيه منين؟ مين اصلا قالك حاجه زي دي؟ حسنين اخوه هو اللي قال لي، وقال لي ما اقولكيش مين اللي قال لي. حسنين اكيد غيران عشان ما اديتوش وش ساعه ما قال لي انه بيحبني. بيحبك انت؟ غريبه دي. شفتي طلع بيحبني انا ومش بيحبك انت، واحنا اللي كنا فاهمينه غلط. واضح فعلا حبك لهمام ده، بس بصراحه انا فاجئت جدا لما سمعت بحاجه زي دي. ما صدقتيش ليه يعني؟ يعني على اساس ان انتي متربيه ومتعلمه في البندر، وهمام برضو على قده ما طلعش اصلا بره البلد، وكمان مش متعلم ومعهوش شهاده. الحاجات دي تفاهات بالنسبه لي. التوافق بقى اسمه تفاهات؟ طب بالنسبه لسمير اللي كنتوا متفقين متوافقين هتعملي معاه ايه؟ مش هعمل حاجه، ولو سمحتي بقى قفلي الموضوع دوت. ارتاحي، الهمام لسه تقدم لي ولا انا حتى لسه وافقت، يعني مفيش اي حاجه من الهري ده. هري؟ طيب اما اروح انا بقى عشان الحق بهلولي جاي يتعشى عندنا النهارده طبخاله بايديا. بجد؟ ولا طنط سميره هي اللي طبخاله ومظبطينك منظر؟ لا والله ده انا دلوقتي بطبخ حلوه قوي. بصي انا في مره هعزمك وانت تشوفي وتحكمي بنفسك. ايه الاخبار؟ العصب عامل ايه بعد البهيمة رجعت؟ لا الحمد لله بقى تمام. طب الحمد لله. ايه ده؟ هو امال بقوا معوك كده ليه؟ يومين كده وهيظبط. ما تقول له يا دكتور على اللي انت قلته لي جوه. ايه يا شيخ محمد؟ ده كلام ابن عم حديد. شوقي خش جوه كده اكل البهايم، خش. حاضر يا ابو، عن اذنكم. اتفضل. ايه بقى اللي كان عايز يقوله؟ بيقول لك ان همام والبنت صباح كده. همام وصباح؟ تيجي ازاي الحكايه دي؟ انا غلطان ان قلت حاجه زي دي اساسا. هو انت فاكر ان احنا هنروح نقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو احنا اصلا نقدر نقول لهم ده همام يابا همام؟ يعني المره دي فيها قطع بجد، واحنا كنا شفنا حاجه من اساسه عشان نقول ولا ما نقولش. همام كل واحد بيتعلق من عرقوبه، بس انا متاكد ان البنت دي هي اللي غويته. دي بنت؟ خلاص نكفى على الخبر مجور وخلونا بعيد، ما احناش قد همام، وبعدين دلوقتي اكيد هي في حمايته، يعني هو اللي هيتصدر لها. اتبي كان متشمل القاوي ومحمول ايه؟ هو انتوا مش عملتوا كشف الزفت ده عليها وطلعت بت؟ الله اعلم. وانت هتعد عبد السميع الحلاق دي كشاف؟ ده ما بيشوفش تحت رجله، يكشف مستخبي. ولما هو ما بيشوفش تحت رجله كنت جبته ازاي ومقتنع بيه ليه؟ ولا كنت جبته لوحدي؟
الله، مش انت كنت معايا؟ اقعدوا انتوا اتخانقوا بقى وانا ماشي. ما انت قاعد تاكل لقمه معنا. لا انا الحق الجماعه اللي معزومين عندنا على العشاء عشان اكل معاهم. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. شفت؟ عشان تبقى تصدقني. صدقك ايه؟ هو رؤوف ده اللي هعرفه الحكايه ديت. مش كل حاجه تتقالك تصدقها. بيقول لك الشيخ حسنين قابله بنفسه. اطمنه يعني غير راضي بالحرمانيه. لا ده كده بقى ممكن الحكايه تكون صحيحه. وبعدين برضو احنا مالنا؟ هو احنا قد همام ولا رجاله همام؟ كفايه اللي جرالنا. ازيك يا حامد؟ شفت السنين جريت ازاي؟ اخر مره شفته لما خدك وانت حته لحمه حمراء من ايد ثانيه وهرب. كانت جايباك انت واخوك همام عشان ارضعكم. اتسبب لها في العمل ولا زمان يا حامد؟ احنا مش لسه شايفين بعض في فرح ابنك؟ ما هو شوف عن شوف يفرق. انا ما عرفتش اخد ودي معاك في الحديد. بس انا مش فايق لحديد دلوقتي. شوف لنا ابنك فين. طيب انت جبتنا ليه هنا عند الوليه المخبوله دي؟ وانا ناقصها؟ معلش يابا. انت فاكر يا حامد شهيه اللي انت كنت عايز تتجوزها لما عظيمه ماتت؟ انت ليه عماله تجيبي من القديم؟ ما تسيبينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ما هو اللي احنا فيه كماله القديم. امي بقت حكيمه كمان. بالراحه على الناس ياما، دول ضيوف على البلد. ضيوف ده ايه؟ ده حامد دهم ده وبارضه. اول ما جابوه جه من البلد اللي فرحنا وكان غلبان ما حلتوش حاجه. وقع البنت عظيمه بنت حسنين همام وهي راسها والف سيف ما تتجوزش غيره. تقولش يعني الواد ما جابتوش ولاده؟ خلاص ياما. طيب يا اخويا هقوم اعمل لكم شاي. منورين. منور يا عم الشيخ حامد. منور يا شيخ حسنين. بنورك يا استاذ بهلول. بقول لك ايه؟ عملت لنا ايه في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه؟ والله لسه يا شيخنا محتاج وقت. لا ما بقاش ينفع. الا بصحيح شنطه مين دي؟ انتوا مسافرين؟ لا احنا سيبنا القلعه وفي الحقيقه عايزين سكنه تانيه ومش بعيد هنا في البلد. يبقى ما قدمناش بقى غير الشقه اللي فوق. صحيح هي صغيره ومكركبه بس هتوفي بالغرض لحد ما نشوف حاجه كويسه. لا لا ان شاء الله هتكون حلوه وزي الفل. انت اصلك ما شفتش الخرابه اللي احنا كنا. ابا الحمد لله يا استاذ بهلول لان حته نقعد فيها. يلا توكلنا واعتمدنا على الله. يبقى خلاص من الصبح نجيب الواد عصفور ينضفها. اصل ممكن البيت الصباح تبقى تعبانه ولا حاجه. صباح؟ وهو ايه يعني لازمته صباح وعصفور؟ ما هو اهل البلد كلهم لما بيبقوا عايزين حاجه ولا ينضفوا حاجه بيجيبوا صباح وعصفور. بيسترزقوا بيطلعوا لهم بقرشين يعني. خلاص هات الواد عصفور ينضفها. انت عاوز عصفور ينضفها ولا عايز تترسم عليه عشان تتجوز شهيه اللي انت كنت عايز تتجوزها؟ بلاش حصه التاريخ دي ياما. والنبي قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. نورتونا يا جماعه. ازيك يا امه؟ ازيك يا حبيبي؟ تعجب. نعمه جدا. لف يا واد خش. حاضر. خش واقفل. نعم. اقعد. لو هتسأليني على الجميلة تاني مش هقول. مش هسألك عنها. أمال عايزاني في إيه؟ أنت يا واد قلبك حجر. اللي مرمي تحت ده مش جدك وانت ولا كان. وانا يعني هعمل له ايه يا جد؟ ها؟ تعمل له ايه يعني ايه؟ مش انت قلت لي ان ليك جميل عند الواد همام؟ شفتي؟ عماله تحرجمي عشان تعرفي الجميله ومش هقول. يا جده يا جده دي حاجه يطير فيها رقاب. خلاص يا ابو رقاب مش هسألك عنها. انا بس عايزاك تروح تشاور بها للواد همام عشان اطلع جدك. اشاور بها؟ انت عارفه يا جدا لو عملت كده همام ممكن يعمل ايه؟
هيعند وهيعذب جد عكاش اكتر، ومش بعيد ياخدني انا كمان تاني. طب امشي يلا امشي، قوم من هنا وسيبني لما افكر انا. شوف لها مخرج تاني. فكري، ما انت ام التراتيب والتماخيخ كلها. يا ما اشترك اهو ده اللي انت فالح فيه. كاريتشي جابت منك اتنين. منين؟ ده انا ابويا فطس قبل ما يشوفني. طب امشي 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 يلا سيبني. يا رب الشقة تكون عجبتك. دي زي الفل من وشك، جزاك الله عنا خيرا. ربنا يهنيك بيها. ربنا يخليك يا أمي. قلت أطلع شقر عليك وبعد كده هستأذن رايح مشوار. إزيك يا حاج حامد؟ براحتك. تسلمي يا حاج. إزيك يا عصفور وإزاي صباح؟ الحمد لله كويسة. نضف كويس ما تلكلكش. عينيا يا أبو بهلول. يلا يا أبو بهلول. يلا. يا أهلا وسهلا، الخطوة سعيدة، نورتونا. الله يخليك. بابا بقول لك ايه يابا؟ ايوه يا حبيبي. انا هروح مشوار كده خمسه. هتروح فين؟ هاجي معك. لا لا ده مشوار قريب كده لغايه الجامع. لا يا ابني ما تمشيش لوحدك، الواد دي ممكن يعمل فيك اي حاجه، ممكن ياذيك. ما تخافش يابا، ربنا هو الحافظ ونعم بالله يا ابني. طيب روح. يلا السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الرحمن الرحيم. بتقولي همام وصباح؟ اللي انا وصلني انه حسنين وصباح مش همام وصباح. لا همام، حسنين قال لي الحكايه دي اصلا علشان احذر نواره. غريبه الحكايه دي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قبل الله يا شيخ يوسف. من اولينك يا ابني. بقولي انا كنت عايز اتشاور معك كده في حاجه. اتفضل يا حسنين يا ابني. ما تخلينا نتكلم بره المسجد احسن. اللي تشوفه يا حسنين. ايدك معايا يا ابني. اعوذ بالله، ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حسنين يا ابني؟ والله العظيم ثلاثة ده حصل. المكان هناك بقى ملوث وانا مش قادر اقعد فيه لاني مش متعود على كده. انت عشت حياتك كلها في البندر، كان غير كده صحيح، وابوك رباك تربية تانية، لكن مهما كان ده أخوك، حاول تصلح ما بينه وما بين والدك. والله العظيم حاولت. طب بص، أنا رحت عشان خاطر أعاتبه وحنن قلبه على أبويا شوية. تخيل يعمل إيه؟ أم اتخانق معايا وخانقني وكان هيموتني. ياه ده كان شايل قوي بقى. عموما حاول أنت تهدي والدك من ناحيتك وأنا هعمل اللي أقدر عليه مع همام. والله أنا مش عارف أقول لك إيه يا أبو الشيخ يوسف. مش عارف، أنا بصراحة مش جاي لك يعني عشان خاطر تتدخل في الصلح، لأنه واضح إن همام عازم أمره على اللي هو بيعمله، وإحنا مش فارقين معاه، وبيعتبرني أنا وأبويا كده ناس أغراب، وهو حتى قالها قالها لنا إن هو مستحملنا بس عشان خاطر منظره قدام أهل البلد. مهما كان برضه هو أخوك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولا إيه؟ ونعم بالله، والله العظيم ثلاثة أنا بتمنى لأن همام أخويا، وصلة الرحم واجب شرعي. بس هو يفهم كده. خليك انت مع والدك وسيب لي انا همام. طيب هو بس اصل يعني في حاجه تانية عايز تقولها يا شيخ حسنين؟ بصراحه في حاجه كده طابقه على نفسي وعايز اقولها لك يا ابو الشيخ يوسف. قول على طول ما تترددش. طيب همام، طيب عاوز اتكلم معك في كلمتين. مش وقت كلام. امورنا يا سيدنا. روح شقر على جهتك. تمام يا سيدنا. طب مش هتقولي رايح فين عشان اجي معك زي ما بيحصل طول عمرنا؟ المطرح اللي انا رايحه مش عايزك معي فيه. خلاص بلاش، انا خد عطيه. المهم ما تمشيش وحدك عشان ما حدش يتقصدك. انت خايف عليا بجد يا عمار؟
تكونش خايف على نفسك لا غضربك. لو عايزني أرحل من البلد أرحل، عشان صحوبيتك وأخويتك أهم عندي بكتير من الشغل معك. بلاش الكلام عن الصحوبية دلوقتي. طب خلاص يا همام، قول لي رايح فين، عشان أنا ما تعودتش إنك تمشي في سكة أنا معرفهاش. أنا عمار برضك، عمار يا همام. رايح لحد دار الشيخ محمد. وكاشة عندك، مش بس حبسه وكمان مسلط عليه عطية خراب العفش عشان يعذبه. اطلعي لي كده زي الجنية. عيب ان عكاشة يتبهدل بهدلة دي، ده راجل شيبة قد جدك. سيبه واحنا هنسيب لك البلد بحالها ونرحل. وهتسيبه تروحوا فين انتوا كمان؟ اي حتة، بس سيبه يا همام، احنا خلاص ما عدناش حاسين لا بالامان ولا بالراحة هنا. سيب الموضوع ده دلوقتي، هنتكلم فيه بعدين. تعبنا يا همام، تعبنا، كل شوية بهدلة وحبس وتعذيب. يا إما عكاشة، يا إما جابر، يا جوزي، يا ابن ابني، هما بس اللي دمهم مية عندك. فكرتيني بجابر. هو فين جابر؟ ده مختفي وغايب عن بلده بقاله فترة. أحسن، أنا اللي قلت له يخفى عنك. أنت يعني عمرك افتكرته بخير؟ الله، على طول ما تفتكروش غير بالأذية. خلاص خليه يجي. كدك عكاشة، سيبيه دلوقتي، بس خلاص محدش هيمسه بأذية. حاضر يا همام، هصدقك انه بادي. حاضر. اتفضل يا شيخ حسني. هو ده استقبال عروسه لعريسها؟ لا بس شويه كده. تفضل الشاي. انت زعلانة عليه؟ انا زعلانة على نفسي. يعني مش عايزاني؟ لا مش القصد، انا بس الحال تعبني. مفيش واحدة تبقى في مكاني وفرحانة. انا برضك بني ادم وبحس. امبارح كنت على عصمة راجل، والنهاردة على عصمة راجل تاني. مش عايز نبقى متاخدة عقله يعني. بس هو ما كانش كاتب عليك أمانة فكات. أنا بس محتاجة شوية وقت. هو مش الدين بتاعنا بيقول لما الست جوزها يموت ولا تتطلق بيبقى عندها أيام كده عدة؟ أنت بتفهمي في الدين؟ على قدي. تمام. العدة بتبقى للواحدة اللي كانت متجوزة، بس انت ما كنتش متجوزة. لكن دلوقتي انت متجوزة. انت عارفة انا وابويا سيبنا القلعة. اوعى تكونوا اتعاركتوا بسببي. انا مرضاش ان انتوا تزعلوا مع بعض عشاني. عشانك؟ انا قصدي يعني يكون لا، ما تخافيش، ما تعاركناش عشانك. هو سابك بكل سهولة وقال لك روحي له. هو اللي قال لي انت مش فارقة معاه اصلا. بعت نفسك بالرخيص لواحد كان شايفك كوم زبالة.
وانت شايفة احسن واحد في الدنيا. ما علينا، انا همشي دلوقتي وهاجيلك بكره، بس على شرط تكون نسيتي خالص ومتهيئه يا عروسه. ده الحق التاني اللي ليا عندك. بعد ما قلت لك خلي الورقة دي تسر بيني وبينك، ورحتي قلتي له سلام عليكم، ولا طلعت مش قدها؟ انت فاكر ان كل الناس زيك ياكلوا في معون في اكل بيت؟ كنت شاري معون جديد وسايبهولك خارج. المعون لما يكون فيه وسخ لازم يتنظف قبل ما نحط فيه الاكل النظيف. انا ممكن اهرسك هنا دلوقتي، بس مش عايز الناس يقولوا اخ قتل اخوه. طبعا هي مش ممكن تستنضف تبص في خلقتك. عارف ليه؟ عشان انا اللي في القلب. ولا فاكره شيء ولا ناسيه شيء ولا مين يدل على الطريق. ولا فاكره شيء ولا ناسيه شيء ولا مين يدل على الطريق. لا ظله ولا نسمه هوى ولا كف ميه يملي ريقي. ولا فاكره شيء ولا ناسيه شيء ولا مين يدل على الطريق. ولا فاكرة شيء ولا ناسية شيء ولا مين يدل على الطريق. لا ظلة ولا نسمة هوى ولا كف مية السلام عليكم يا شيخ حسنين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ بهلول؟ الحمد لله. كنت عايزك في كلمتين. امورني، تعال نقعد من الساعه جوه. لا 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 لا، الشقه ضيقه، وانا عارف كمان انك بتحب تنام بدري، بس كنت عايز اتكلم معك في موضوع النهارده قبل بكره الصبح. خير؟ خير ان شاء الله. انت قلت الامينه ان همام وصباح يعني ايه كده يعني؟ انا قلت لها، بس يعني بشكل غير مباشر عشان خاطر الاخت امينه، اخت فاضله. انا بس قلت لها بهدف يعني انها تنصح صاحبتها وتوعيها نواره. فاهم فاهم. المهم بس، همام ماشي مع صباح ولا انت اللي كاتب عليها عرفي؟ ما
مين اللي قالك؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم انه حصل. ما تقلقش خالص، احنا بقينا اصدقاء والاصدقاء ستر وغطى على بعض. ما هو ده العشم برضه. والله على طول على لساني بقول يعني ان انت اقرب واحد ليا في البلد دي من ساعه ما وصلت. بس بالنسبه ما تقولش حاجه خالص. بس عارف هي التوقيعه حلوه، شكلك كده بتحب نواره ومحلق عليها قوي، وفي نفس الوقت مظبط مع البنت صباح. ده انت طلعت نمس. ماشي يا شيخ حسنين، براحتك، تصبح على خير يا اخوي. انت من اهله. مالك يا نوارة؟ مالك يا نوارة؟ مالك؟ في ايه يا حبيبتي؟ ده كابوس ده ولا ايه؟ مالك يا نوارة؟ ولا ايه يا بنتي؟ في ايه؟ تعالي. مالك يا حبيبتي؟ مالك يا نوارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيتك واسترقيتك من كل عين، جفتك ولا صلتش على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بس يا حبيبتي خلاص، دي عين وصابتها. أنا رأيتها خلاص يا زينب. روحوا أنتوا ناموا في أوضتكم وأنا حنام معاها هنا. ومين بس هيجي له نوم؟ هي حتنام في حضن ستها حبيبتها. يلا روحوا يا حبيبتي. يلا بينا يا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر نفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله، صدق الله العظيم. أهلا يا سي همام، خطوة عزيزة. تفضل شاي. أهلا وسهلا. بدوم. أهلا وسهلا، نورت الدار. بجد يا شيخ محمد؟ إلا بجد طبعا، نورتها. ده تكبير البلد. الله، ده كفايه اللي انت عملته كله مع اهل البلد، من اول الصغير للكبير، من اول الحاج يوسف لحد انا وفتحي لما رجعت لنا الحاجه بتاعتنا، وكمان اللي انت عملته ده مع البنت صباح الاهوجي. وايه اللي عملته معها؟ انقذت حياتها، شلتها على قلبك شيل وقعدت تجري، ولكنها حد من اهل دارك. وانت عملت شويه تخفيته لسه على حسب. يعني هتقدر ترجع لإمامة الجامع تاني؟ النظر دي، النظر دي كلمة تقولها، ده زي البوم، زي البوم والله العظيم. ثلاثة طيب، زي البوم والله. لا أنا قلت جايز ما تقدرش تطلع سلالي من منبر، جايز مخستع. مخستع قصتك. بص كده اهو اهو على ركبتي، مع ان كان فيها خشونه بس خف. طيب يبقى هسمع صوتك من الميكروفون الفجر. انا من دلوقتي هقعد في الجامع يا كبير البلد يا نورتها. انا مش هممني سمير، لا هممني. هو اللي طول عمره بيقولي انه بيحبني، هو اللي طول عمره بيجري ورايا. مشكلة ان انا كنت مصدقاه، عمري ما كنت متخيلة ابدا ان الغدر ده كله يجي من ناحيته. سمير تاني يا نورة؟ يا بنتي ده انت الدنيا كلها تتمناكي، الدنيا كلها. انت عارفة مشكلتي ايه يا جدة؟ مشكلتي ان انا بحب اللي بيحبني، عشان كده لما سمير قال لي انه بيحبني صدقته. حبيتي؟ صدقته وامنت له. انا بسالك، حبيتي؟
صراحة؟ طبعا مش هيريحك غير الصراحة. بالعقل إنما بالقلب لا. يبقى محبتيهوش؟ حبيتي شكله، أناقته، عمله، نظرته، تهتهته، حبيتي شخصيته لكن ما حبيتيش شخصه. الكلام الكبير ده بتجيبيه منين يا جدة؟ يعني ايه حبيت شخصيته وما حبيتش شخصه؟ يعني الواحدة مننا يا بنتي لو رضيت بواحد بعقلها ما بتشوفش غير ماله، قوته، وظيفته، دنيته، لكن لو حبيته بقلبها يبقى مش هتشوف غير البني آدم نفسه حتى لو كان عظمة في قفة. أيوة صح، انت عرفتي توصفي حالتي بالظبط يا جدة. سمير طول عمره بالنسبة لي حد كويس، مثقف ومتعلم وابن ناس وبيحبني. بس امال ايه بقى؟ ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ الغدر يا جدة، الغدر وعدم الوفاء. وسمير وعد وما وفاش، هو ده اللي حز في نفسي. يا بنتي حبيبتي احنا مش كنا اتكلمنا في الموضوع ده وزحتيه خالص من تفكيرك وابتديتي تفكري في همام اللي طالب يتقرب منك؟ ايه اللي خلاكي رجعتي تفكري فيه تاني؟ سمير ده ما يستاهلش، والله ما يستاهل. برضو يا جدة عمالة بفكر والذكريات عمالة بتروح وبتيجي، مش مستوعبة ومش فاهمة ليه. دي نعمة من ربنا انكم ما اتجوزتوش، لو كنتوا اتجوزتوا وغدر كان يبقى ايه الحال دلوقتي؟ اصعب حاجة يا بنتي ان الواحدة تقع مع واحد بيلعب بالقلوب، يبقى وش بيضحك وايد بتطعن. ايوه صح عندك حق يا جدة. قولي الحمد لله. الحمد لله. خلاص هدينا ننام بقى، هغني لك عشان تنام. ايوه يا جدة والنبي غني لي بقى، بقالك كتير قوي ما غنيتليش. تعالي يا حبيبتي. حتة بت وحتة بت، جوزتها ورجعت ندمت. يا راجل خد مهرك ما استغناش يعني البيت. تولى وفز. ايه عمك جت فين؟ ما معرفش، هو مش على سريره؟ هو اختفى ازاي؟ انا قاعد ما اتحركتش. فين الورقة يا بت؟ ورقتي يا شيخ حسنين مش معايا. وديتيها فين الورقة يا بت؟ انطي! عاوزها في ايه؟ انت مش قلت الورقه دي من حقي؟ هو انت مراعيه حقوقي؟ انت مش قلت لكل الناس؟ يعني انت ما بتكتمي السر؟ انت اللي قلت اللي مفيش حاجه اسمها جواز في السر. اه يا بنت الكلب عايزه تفضحيني. الله يسامحك يا شيخ يا بتاع ربنا. وانا عشان شيخ وبتاع ربنا تبقى تستقرضيه يا روح امك؟ برضه الله يسامحك. روح يا شيخ حسنين وهجيبها لك الصبح. افتحي افتحي دلوقتي دلوقتي. عارفه يعني ايه دلوقتي؟ الورقه عايزها دلوقتي. والخدمه الشريفه ما معايا، هجيبها لك الصبح. انت عايز ايه؟ عاوز ايه؟ اخد حق الشرعي. انت مش اعلمتيها يبقى بقت شرعي. ابعد ابعد عني. ابعد. الحقوني يا ناس. الحقوني يا ناس. الحقوني يا ناس. ايه ده؟ اه عايز ايه؟
البشر إذا وسوس الوسواس يصدقوا ويكذبوا الإحساس. ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح. يا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح. في ناس تقول عالمر زايد سكره، وناس تقول عن عمرها ضاع أكتره، وإني رغم العمر لسه بتبتدي. لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا، لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا. لا يوسوسك وسواس إلا عمايل الناس، واللي بيحميك تقاوة الإحساس. ويا دنيا لا تقسي على المجروح، الجرح ماسك من البدن للروح. الجرح ماسك من البدن للروح.